افتتح وزير الآثار خالد العناني مكتبة دير سانت كاترين وواجهتها بعد إتمام المرحلة الأولى من ترميمها. يرافقه محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة وعدد من الوزراء والسفراء. تعد المكتبة ثاني أقدم مكتبة في العالم بعد مكتبة الفاتيكان وقبة الفسيفساء بكنيسة التجلي، وتضم 3200 مخطوطة يعود تاريخها إلى القرن الخامس أو السادس الميلاديين، كما يحتوي على أجزاء من نصوص طبية يونانية قديمة يعود تاريخها لنفس الحقبة، وهذه النصوص تتضمن أجزاء من بحث الطبيب العظيم هيبقراط. من جانبه أعلن وزير الآثار دكتور خالد العناني الانتهاء من ترميم مكتبة دير سانت كاترين التي تعد إحدى أهم المكتبات القديمة في العالم. بنحتفل بمشروعين أثريين مهمين جدا تموا داخل الدير. الأول هو الانتهاء من الجزء الأول، الجزء الشرقي من مكتبة دير سانت كاترين. هي واحدة من أكبر المكتبات القديمة في العالم، بها أكثر من 6000 مخطوط وأكثر من 1000 كتاب حديث في مجالات عديدة بالأساس كهنوتية ودينية، ولكن كذلك علمية وفلكية وطبية. يمكن نفتكر كلنا المخطوط الطبي اللي تم الإعلان عنه في يوليو الماضي في مبنى وزارة الآثار في الزمالك. بدأ العمل في المكتبة منذ حوالي 4 سنوات بالتنسيق مع وزارة الآثار، والنهاردة بنعلن وحنزور مع بعض المكتبة الجزء الشرقي منها.